Egypt, where is all begins the same great feelings. ده السلوجن اللي اختارته وزارة السياحة للجزء اللي كنا بنتفرج عليه دلوقتي. نفس المشاعر العظيمة والخبرات الرائعة ما زالت موجودة في مصر في تجربة السياحة حتى لو في ظل كورونا. وفي نفس الوقت كان قبل كده السلوجن بتاعهم أو الشعار مصر حيث يبدأ كل شيء جميل. خلونا نبتدي، بعتذر عن المشكلة اللي حصلت في الهواء. خلونا نبتدي بأخبارنا باجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع دكتور مصطفى مدبولي ودكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية واستعراض جهود تحديث خدمات الوزارة والتوسع في ميكنة هذه الخدمات في إطار التحول الرقمي الشامل، حيث وجه الرئيس بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمة للمواطنين بسرعة وكفاءة. احنا معانا على التليفون دكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى السلامة. انا بعتذر لو حضرتك بقالك فترة كان عندنا مشكلة، معلش. لا يا فندم، تحت امرك. دكتور عمرو، ايه خطط الوزارة للتوسع في الميكنة وتسهيل الخدمات للجمهور خصوصا بعد توجيهات السيد الرئيس بهذا التوسع في ميكنة الخدمات؟ والله احنا بندرس في الوزارة بالفترة اكتر من اتجاه اللي هيمس المواطن بشكل مباشر وسريع. نعم يا فندم، بندرس ايه؟ بندرس دخول الميكنة او دخول الحوكمة بشكل اوضح، واستخدامات تطبيقات الحاسب الالي والانترنت وما يسمى بالرقمنة. أيوة. داخل جميع وزارة التموين، سواء كان بما يخص المواطن او حتى بما يخص الديوان والجهاز الجهاز التابع. تمام. اللي هيمس المواطن بشكل سريع اليومين الجايين دول ان شاء الله في شهر 7 هو تحويل جميع الخدمات اللي بتقدم للمواطن من خلال مكاتب التموين الى ان هي تتم من خلال بوابه اداره دعم مصر، بحيث ان هو يقدر يطلع بدل فائد وتالف وفصل اجتماعي والنقل من محافظه لمحافظه والتفعيل. جميع الخدمات اللي كانت بتقدم هتتم من خلال هذه البوابه. طب اسمح لي يا دكتور عمرو اسال حضرتك على حاجه. انا كان عندي تجربه شخصيه في مساله بوابه دعم مصر في التظلمات بتاعه التموين، وكانت البوابه كل فين لما تقبل وتلاقي انك داخل وبتكمل بقيه الخطوات. هل هيتم التغلب على هذه العقبات اللي هي بعد التحول الى الرقمنه، العقبات اللي بيواجهها المستهلك بقى في خطوه خطوه، وخصوصا حضرتك عارف ان احنا يعني مش كلنا شاطرين قوي في الحكايه دي كمواطنين؟ يعني ارجو لو حضرتك الاعداد على حضرتك يقدر ان هو يدخلنا دلوقتي على الموقع وحضرتك تشوف بنفسك التطورات اللي تمت على الموقع. هي. والتحديثات اللي طلعت عليه كويس، وقد ايه دلوقتي بقى الموقع متطور بشكل كبير. عايز اقول لحضرتك احنا في خلال او تحديدا من يوم 21/3 او 20/3 حتى الان استقبل الموقع اكتر من 55,000 طلب بدل فائد وتالف في ما يقرب من شهرين تقريبا. هاي طبعا ده ما كانش بيحصل قبل كده. لا نتيجة لا صعوبة الوصول. بالضبط، كان تمام. عندنا بعض المعوقات واحنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نطور نفسنا ونواكب. انا بشكرك جدا بالطبع. دكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات. وهروح للكنيسة القبطية الارثوذكسية اللي اصدرت في ليل امس المتأخر بعد الحلقة، يعني عشان كده ما قلتش لحضراتكم امبارح. اكدت الكنيسة من خلال بيان رسمي ليها انها تتابع بمزيد من الاهتمام التطورات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأعلنت في بيان الأحد دعمها الكامل لجميع الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لحماية حدودها والدفاع عن الأمن القومي المصري. ثمنت الكنيسة حرص مصر الدائم على التمسك بالمسارات الدبلوماسية للحفاظ على حقوقها الشرعية والتي لم تفرط فيها مصر يوما. أعربت الكنيسة عن دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية التي قدمت عبر التاريخ القديم والحديث نموذج مشهود له في التضحية والبطولة. الكنيسة القبطية كمكون أساسي
من المجتمع المصري تدعو الجميع للاصطفاف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة الباسلة لمواجهة كافة التهديدات والتحديات لتبقى مصر دوما في أمن وسلام وأمان. وأخيرا نصلي أن يسود السلام في العالم كله وأن ينعم الله على وطننا العزيز مصر بالأمن والاستقرار. أيضا الأزهر أصدر بيان يعلن دعمه لموقف السيد الرئيس والدولة المصرية، حيث أعلن الأزهر الشريف دعمه لإرساء حل سلمي للأزمة في ليبيا ودعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في البلاد واستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، يدعم موقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، يتابع بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي لمزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق. يؤكد الأزهر رفضه القاطع لمبدأ الوصاية التي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته. وأخيرا دعا البيان لموقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة، وناشد الشعب الليبي ضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية. ده كان بيان الأزهر الشريف وبيان الكنيسة القبطية لمساندة الدولة المصرية في إجراءاتها ورؤيتها وتصورها للحل في ليبيا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع دكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث الملفات التي تتولاها هيئة سلامة الغذاء. المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء صرح بأن اللقاء تطرق لمقترحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الفترة القادمة، ومنها مقترح تطوير المجازر للمواكبة لأعلى المعايير العالمية والتمكن من استغلال كل مخلفات المجازر بطريقة آمنة تحفظ سلامة البيئة وترتقي بجودة اللحوم والجلود ومستوى السلامة. وأكد رئيس الهيئة أن عملية التطوير هتمثل نقلة نوعية لم تحدث من قبل. أيضا رئيس الوزراء استعرض نسخة من الجزء الأول من كتاب حكايات الولاد والأرض والذي أهدته لسيادته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة. الكتاب من إعداد الكاتب محمد نبيل محمد يتضمن حكايات من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وأبناء. وثمن رئيس الوزراء قيمة الأعمال الفنية والأدبية المتنوعة التي تخلد البطولات الغالية التي يسطرها شهداء القوات المسلحة والشرطة. العميد محمد نبيل كاتب كتاب حكايات الولاد والأرض، مساء الخير حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. أهلا سيادة العميد، وحشتنا. ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يكرمك. أهلا بيك يا أستاذ. إزاي حضرتك؟ أول مرة معانا في هذا البرنامج، والحقيقة حضرتك يعني مشرف على سلاسل أدبية وثقافية بتعرف الناس بطولات الشعب المصري. كلمنا عن أهم الركائز في الكتاب الأخير حكايات الولاد والأرض. الأول يعني أتوجه بكل الشكر والعرفان لدولة رئيس الوزراء لاستعراضه اليوم صباح اليوم كتابي حكايات الولاد والأرض، وما أعظم أن يقرأ لي رئيس دولة رئيس جمهورية يعني حكومة مصر. وأتوجه بكل الشكر والعرفان طبعا للفنانة الفاضلة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة التي تبنت هذا المشروع منذ بدايته، منذ أن كان فكرة، وشجعتني تماما في هذا المشروع، وتبنت وزارة الثقافة كتاب حكايات الولاد والأرض. الكتاب يا فندم يعني ما بين دفتيه فيه 18 قصة. في الجزء الأول هو عبارة عن 5 أجزاء تم كتابتها، وجاري كتابة 5 أجزاء الأخرى كما أعلنت السيدة وزيرة الثقافة. إن شاء الله سيتم في كل جزء تناول من حوالي 20 شخصية من أبطال مصر. الجميل إن الكتاب ليس مدعاة للتباكي أو المراسي أو الرساء للشهداء، ولكنه يقدم محاور عدة. المحور الأول هو يقدم النموذج للشباب، لأن معظم الشهداء الذين جادوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن هم من الشهداء. هم
من ورثوا الشهادة كما ورثوا الأرض حرة. سيد العميد، ممكن تقولي أكتر شخصية توقفت عندها وأنت تحرر هذا الكتاب وقاومت يعني نفسك علشان ما تديهاش مساحة أكبر بكتير مما يجب عشان يبقى فيه تناغم يعني في السرد؟ يعني أقدر أقول لحضرتك وأنا إعلامي زميل لحضرتك، يعني فكرة الأفضلية انتفت تماما في هذا الكتاب مع شخصيات حكايات الأولاد والأرض. جميعهم يربطهم رابط واحد، جميعهم تمنوا الشهادة في سبيل الله، جميعهم كانوا يحلمون بالشهادة ويتمنونها، جميعهم يربطهم روابط تكاد تكون متشابهة. يعني لما بيقف الألم كتير قبل ما اكتب واسمع من أم الشهيد أو من زوجة الشهيد أو من أخته كتير من الأسماء، حضرتك ما يعني ما أقدرش أنا شخصيا لأن عشت معاهم على مدار سنة كاملة، عشت معاهم بشكل متداخل، ما أقدرش أقول لك إن الاسم الفلاني هو الأكبر هو الأقوى هو الأقصى، لكن أقدر أقول لحضرتك إني اتعلمت كتير من ربما يكون أتيح لحضرتك تفاصيل أكتر عن شخصية ما، مش فكرة أفضلية. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن أسد سينا الشهيد محمد هارون، ومن لقبه أصلا بأسد سينا هو التكفيريين، ومن أطلق إعلانات بالملايين الدولارات لرأس الشهيد محمد هارون هم التكفيريين، ومن لجأ إليه إلى الشهيد محمد هارون حيا ليفتح لهم أسواق الجورة عندما هدد التكفيريون هددوا أهالي الجورة بعدم فتح أسواق ومحال الرزق، لجأ الأهالي أهالي شمال سيناء إلى هذا البطل ورجاله، أرجوك ساعدنا يعني نكتسب الرزق من في أسواقنا، وفتح السوق بنفسه. كان كتير جدا بيصطاد من التكفيريين كما يصطاد الأسد يعني فرائسه. على العموم ألف مبروك سيادة العميد محمد نبيل على كتاب حكايات الأولاد والأرض الجزء الأول، وإن شاء الله في انتظار مزيد من الأجزاء. طبعا بنحيي الوزيرة ورئيس الوزراء إن هم اهتموا بكتاب من هذا النوع، وأرجو أن تكسر هذه الأدبيات في مجتمعنا بقصص إنسانية حقيقية لطيفة، ما يبقاش بس الموضوع مقتصر على عمل مسلسل هنا أو فيلم هناك، لكن لأن الأعمال الفنية من نوعية المسلسلات والأفلام بتاخد وقت طويل جدا وبتكلف تكلفة رهيبة جدا، فلابد أن يكون هناك أعمدة في الصحف وهناك مواد إذاعية ومواد تلفزيونية درامية أو تسجيلية لتوثيق هذه الحكايات وإسكاء هذه الروح الوطنية من الانتماء في مصر كلها، مش بس هقول أولادنا يعني. طيب، مجلس قبائل الجبرنة الليبية أعلن دعمه للمبادرة الليبية، الليبية إعلان القاهرة أساسا للحل السياسي للأزمة في ليبيا وسبيلا لتحقيق التوافق الوطني وإرساء الاستقرار والولوج في مرحلة جديدة واعدة. رحب المجلس في بيان بما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية بمرسى مطروح قاعدة سيدي براني، وما تعلق في هذه الكلمة بالشأن الليبي لما يجمع الشعبين من روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، وتتويجا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وتحقيقا لمبدأ الأمن القومي العربي وامتدادا للتلاحم والتكامل بين الشعبين خلال المعارك القومية. وأعربوا أن مصر قادرة على مؤازرة ونصرة الشعب الليبي وردع التطاول العثماني. قال المجلس أنه يتابع ويعايش ما ألم بالوطن من محن وما أحاطت به من أطماع وما تعرض له من عدوان. ومعايا على التليفون الكاتب والمحلل السياسي الليبي الأستاذ محمد العمامي. مساء الخير يا فندم. يا مساء النور يا سيدي، هلا وسهلا. أستاذ محمد، حضرتك مقيم في ليبيا ولا في القاهرة؟ لا، أنا بقالي 8 سنين مقيم في مصر. أهلا وسهلا بيك، منورنا. يا مرحبا. سمعني حضرتك؟ نعم سامعك، شكرا. بقول لحضرتك منورنا في مصر، وأحب أعرف رأي حضرتك في الأطياف الليبية والمظاهرات ومجالس القبائل وممثل القبائل اللي كان موجود أثناء تصريحات سيادة الرئيس، ويعني اطلعني حضرتك كده على الشعور الشعبي الحقيقي للمواطن الليبي البسيط أكتر من الهيئات الرسمية والبيانات اللي قلناها. يعني يا سيدي الفاضل والحديث أيضا للسادة التابعين،
هذه العلاقة وهذا التمازج بين الشعبين الليبي والمصري قديمة قدم التاريخ. نحن نعلم أن الفجرات العربية جاءت إلى مصر ولظروف معينة ساعدهم السلطان على الذهاب إلى 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 ليبيا ومنها إلى تونس. منهم من بقى هنا ومنهم من ذهب وعاد ثانية هنا. التمازج متماثل بين القطرين الليبي والمصري بطريقة من الصعب الفصل بينهما. وأنا عندما أقول ذلك أعلم أن يقدر المصريون من أصول الليبية حوالي 16 مليون وهذا رقم أكبر بكثير ثلاث مرات من تعداد سكان ليبيا. التمازج إذن متداخل. وأنا من بنغازي. بنغازي ليس هناك شارع واحد ليس فيه أم أو اثنتين مصريتين. صحيح. هذا التداخل وهذا الـ 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 وكل المحلات حتى الصغيرة البسيطة كانت تعلق صور جمال عبد الناصر عندما زرت ليبيا من أكثر من 10 سنين يعني. طيب اسمح لي أستاذ محمد، هل هناك عدد من القبائل لسه ما زال بيدرس الموقف أو لم يعلن تأييده لما أظهرته مصر في كلمتها؟ سيدي تأكد أن كل القبائل مع كلمة السيد السيسي لأنهم لا يقبلون مطلقا عودة الأتراك مرة أخرى، فما فعلوه بنا أمر مخجل طوال السنوات، وما زالت الحكايات تتوالى عما حدث، وما زالوا يذكرون كيف أنهم ببساطة سلمونا للحكم الفاشي وغادروا. لا يمكن أحد يعني يقبل بمقارنة ما بين علاقتنا بمصر وبين ما يفعله. طب أستاذ عمامي، يعني هل تتصور حضرتك من واقع خبرتك الطويلة داخل مكونات المجتمع الليبي، الأيام القليلة القادمة ستأتي بحل عسكري أم بتراجع إرهاب تركيا وأذنبها؟ لا يا سيدي، أمر التواصل هذا الأمر للأسف الشديد ليس بأيدينا وليس بأيدي المنطقة. أعتقد أن أمريكا بدأت في الفعل بالتواصل بين الأطراف وضرورة الانتهاء من هذا الوضع والعودة إلى الحوار، وأعتقد هذا هو الذي نحن قادمون إليه. وكل ذلك ما كان ليتأتى لولا الكلمة القوية التي قالها السيد المشير والتي قوبلت باستحسان ليبيا كلها. بشكرك جدا أستاذ محمد العمامي الكاتب والمحلل السياسي الليبي. وجالي دلوقتي حالا خبر تكتل إحياء ليبيا يطالب الجامعة العربية بسحب الثقة والاعتراف بحكومة الوفاق الوطني. طبعا من غير المتصور انه يكون يعني في اجتماع دعت اليه مصر للجامعه العربيه على مستوى مجالس الوزراء، من غير المتصور طبعا انه حتى الان لم يسحب اعتراف الجامعه العربيه بهذه الحكومه المدعومه من تركيا ارهابيا وعسكريا بامتياز. اروح لمنطقه اثيوبيا، كان النهاردة كان فيه تصريحات أيضا متعنتة ومتصلفة من رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، رد عليها سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري، وقال إن مصر انخرطت في مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل فعلا 10 سنين مع إثيوبيا. أشار إلى أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لا يعني بأي شكل من الأشكال هروبا من التفاوض، وأضاف بحسب بيان الوزارة إن حديث أثيوبيا عن لجوء مصر لمجلس الأمن باعتباره هروبا من التفاوض غير صحيح، ومصر انخرطت بحسن نية في هذه المفاوضات وهي على استعداد دائم للتفاوض للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الجميع. ووجه وزير الخارجية التحدي أو يعني رمى بالكرة مرة تانية في ملعب أثيوبيا لاستئناف التفاوض حال إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأحادي. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم وزير الخارجية أجرى حوار مع وكالة أسوشيتد بريس
الأمريكية أكد خلاله أن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي بني حديثا على نهر النيل والمفروض المحدد لملئه الشهر المقبل وسط انهيار المفاوضات، واتهم المسؤولين الأثيوبيين بإزكاء العداء بين البلدين. سيادة السفير محمد العرابي عضو مجلس النواب وزير خارجية مصر الأسبق، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بيك سيادة الوزير معانا، ودائما نسترشد بأراء سيادتك لخدمتك في أماكن متعددة وعلى مسارات عدة دولية وإفريقية وإقليمية. أحب أسترشد برأي سيادتك في استمرار الحال كما هو عليه وعدم انعقاد يعني جلسات مجلس الأمن حتى الآن، وإلى أين سنصل في رأي حضرتك؟ يعني أولا يمكن هتتفق معايا حضرتك في أنه الدبلوماسية المصرية بتسير بحكمة وبدقة ما بين محددين. طبعا المحدد الأول وهو الأمن القومي المصري ومصالح مصر، والمحدد الثاني هو الشرعية الدولية والحلول السلمية للنزاعات طبقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فحضرتك عشان تسير على الشعرة ما بين هؤلاء أو هذين المحددين، دي بتتطلب مهارة ودقة شديدة جدا وضبط للكلمات وتصعيد محسوب في توقيتات محسوبة. وأعتقد أنه حتى الآن الدبلوماسية المصرية نجحت في إدارة الموقف بشكل جيد، بالذات بالنسبة لموضوع طبعا السد الأثيوبي وأيضا بالنسبة للأوضاع في ليبيا. فمصر لم تواجه بمثل هذه التحديات من قبل بالشكل المكثف دوت، ولكن انا عندي ثقه في الدبلوماسيه المصريه ستصل الى بر يعني الامان ان شاء الله. لكن توقع سيادتك سياده الوزير يعني من استقراءك للتعنت الاثيوبي والمماينه الامريكيه والموقف في السودان، تتوقع سيادتك ايه هيكون رد مجلس الامن؟ لا انا اعتقد ان مجلس الامن هينعقد قريبا جدا. السيد الوزير وجه رساله رئيس المجلس، هو فرنسا هي الرئيس في هذه الدوره في هذا الشهر. واعتقد ان هناك ادراك لخطوره الموقف وانه ممكن التصعيد ده يواجه او يؤثر على السلم والامن في المنطقه. ومن هنا اعتقد ان المجلس هيكون حريص على اصدار، طبعا مش هيكون في قرار يعني ملزم لاي طرف من الاطراف، ولكن اعتقد انه يعني سنصل الى بيان رئاسي هيكون في دعوه صريحه لاستئناف المفاوضات وبدون شروط وعدم اللجوء الى اجراءات احاديه. شكرا. انا اعتقد انه الجانب الاثيوبي عليه ان هو يعني ينصت الى صوت العقل وصوت المجتمع الدولي اللي هو في النهاية بيحرص على أن الدول الثلاثة تصل إلى اتفاق يكون يعني في نجاح للأطراف كلها، الدول الثلاثة ما يكونش في حد تسبب في ضرر جسيم لأطراف آخر. بشكرك سيادة الوزير. هو ده الهدف المصري من طلب مجلس الأمن للانعقاد، وأعتقد أن أثيوبيا في نهاية الأمر سوف يعني ترى أن هو ده صوت الحكمة، وأن ده يعني تقليل من درجات الخطورة والتوتر اللي ممكن تصيب المنطقة، لأن ده أمر يعني هي تعلم تماما خطورة الموقف وتعلم تماما أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، وتعلم تماما أن مصر لن تفرط في يعني حصتها من مياه النيل لأن ديت شريان الحياة. بشكرك جدا سيادة الوزير محمد العرابي عضو مجلس النواب وزير خارجية مصر الأسبق، السفير المعروف. والحقيقة كان لي يعني أنا كان ليا شرف أني التقيت سيادة الوزير على الهواء يمكن 5-6 مرات، والحقيقة سيادة الوزير كان لي أكتر من اشتباك في شغله في أمريكا، في دول أفريقية، في دول أوروبية، في الحقيقة عنده معلومات قوية جدا وهادئ وحكيم، يستقرئ الأمور بذكاء أيضا.
وبخبرة كبيرة. هقول بسرعة كده خبرين من غير تفاصيل، انه انتر ايطاليا الصحيفة الايطالية الشهيرة قالت ان سد النهضة يؤدي الى تصحر واثيوبيا اول المتضررين، يعني ده اخبار في عناوين قصيرة كده. برضو في وكالة اسبانية من خلالها حذر ويليام دافيسون الخبير في مجموعة الأزمات الدولية من الأثار الجانبية لسد النهضة على أديس أبيبا نفسها، والحقيقة مواصفات السد وده يعني قلنا كتير تهدد بانهياره. طيب نروح لنقابة صيادلة مصر اللي قالت أن اتحاد المهن الطبية يفتح أبوابه للصيادلة المصابين وأقارب الشهداء جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لاستلام إعانة الإصابة المقررة من 10 صباحا حتى 2 ظهرا، وهيتم صرف 20,000 جنيه للمصاب و50,000 للمتوفى، أسرة المتوفى تستلمها من اتحاد المهن الطبية، بالإضافة ل 4,000 جنيه إعانة جنازة، 50,000 جنيه من النقابة العامة للصيادلة. إيه الأرقام دي؟ أرقام كبيرة قوي. طب بما ان معانا تليفون دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي واللجنه الاعلاميه بنقابه الصيادله، مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ ايهاب، مساء النور استاذ المشاهدين. دكتور محفوظ، ايه الارقام الكبيره ديت؟ يعني هل النقابه هتقدر تسدد هذه الارقام الكبيره؟ وبرضو اسمح لي، يعني هو طبعا شيء لطيف يحد من الاعداد مساله اسر الشهداء، لكن يعني مش نقابه الصيادله اللي تدي لفئه دون الاخرى، يعني ده لما تعملوا لجنه اسر الشهداء في الدوله يعني ممكن توضح لي اكتر؟ لا هو بس في لغط في الموضوع، هو كل قصة النقاب صيادلة كنقابة بتدي للمتوفي لأسرة المتوفي 50,000 جنيه. المتوفي من أسر شهداء الصيدلة؟ من 50,000 جنيه. ثانية واحدة بس، أنا مش بتكلم على 50,000 دلوقتي، أنتوا بتتكلموا على شهداء الصيدلة. على الصيدلة، الصيادلة. تمام كده، تمام كده صح. المتوفي. اتفضل. لا أنا بتكلم، شوف أنا الكلام واضح، نقابة صيادلة. اتفضل. لكن بالنسبه للاصابات، الصيدلي المصاب لما بيجيب مستند رسمي من الوزاره او من الجهه اللي عامله التحليل ان هو مصاب، بياخد 20,000 جنيه من اتحاد المهن الطبيه. اتحاد المهن الطبيه مش بيدي للصيادله بس، بيدي للصيادله والاطباء والاسنان والبيطريين، وبيدي في حاله الوفاه بيدي 50,000 زي ما هو مقرر. 50,000 جنيه مظبوط. تمام مظبوط. القصه كلها ان طبعا حضرتك عارف ان مهما كان فلوس الدنيا كلها مستحيل تعوض طبعا اي اسره فقد عزيز عليها طبعا، لكن هي عباره عن مشاركه، وده اساس انشاء النقابات المهنيه، المشاركه البناءه في المجتمع المدني بشكل عام. كنت اتمنى ان الموضوع يبقى اكبر من كده. ان اتحاد المهن الطبيه استاذ ايهاب اتحاد غني جدا، احنا عندنا في اتحاد المهن الطبيه فوق ال 4 مليار. طبعا اعضاء الاتحاد حوالي 650 او 700,000 عضو بيطريين واسنان وبشر وصيدله. لكن نتمنى ان شاء الله في الفترات اللي جايه ان الاتحاد المهن الطبيه بيكون مشاركته اوسع واعمق من كده. هل ده على كل النقابات الفرعيه يا فندم؟ يعني اي صيدلي من اي حته ولا ايه؟ اي صيدله عامه جمهوريه يصاب، يا اما يودي الورق بتاعه للنقابه الفرعيه اللي هو تابع ليها او يودي النقابه العامه. طب اسمح لي يا فندم، انا طبعا اقدر يعني ربط دفع الاشتراك بهذا الاجراء، لكن يعني من لم يوفق في انه يسد اشتراك 2019 مثلا وسدد في 2020، يعني هل هذا التسديد متاح؟ لا لا لا. طبعا في اي لحظه متاح جدا. احنا كل القصه استاذ ايهاب، احنا كنقابة صيدله على قدر المستطاع بنحاول نشارك الصيدلي مأساته طبعاً. او تعبه طبعا. حتى احنا كنقابة صيدله بنحاول على قدر الامكان نتواصل مع المصابين، عشان الموضوع ده ليه تاثير نفسي غير طبيعي. حضرتك عارف الاعداد كبيره يا دكتور محفوظ من الصيادله على مستوى مصر. حتى هذه اللحظه عدد الشهداء من صيادله مصر 25 صيدله، والاصابات اصابات اعداد كبيره جدا، لكن ما فيش احصائيه رسميه ليها يعني. لاسباب كثيره جدا، منها ان حضرتك مش عارف تحصر كل الاعداد، منها ان في صيدله مصابه ما بتتواصلش مع النقابه بتاعتها عشان تقول، اللي عنده اسباب معينه خاصه بشغله. لكن الاعداد كبيره جدا. الصيدله دلوقتي حضرتك عارف وش المدفع، هم في الخط. هو ده الامل. انا بشكرك دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه تصنيع الدوائي واللجنه الاعلاميه بنقابه صيادله مصر. هو ده الامل، انه هذه ليه احنا ليه بنقول الجيش الطبي؟ علشان احنا بنقول انه ده اللي مواجه، ده لو راح مصاب يطلب علاج هيصيبه، لو راح مخالط هيصيبه،
وهو المخالط مش عارف ان هو مصاب. انا مش قصدي سوء نية، لكن يعني عايز اقول انه الدكتور الصيدلي المهن الطبية عموما حتى لو كانت مهن ادارية، موجود في المركز، موجود في المستشفى، موجود في العيادة، موجود في مواجهة الجائحة يعني. طيب دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بيقول ان الحكومة ممثلة في أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء محافظة البحر الأحمر بدأت تنفذ أعمال التوسع في زراعة غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر لتعظيم إمكانياتها الاقتصادية. قبل ما أكمل الكلام، إحنا معانا دكتور سيد يا أخوانا، دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك. يعني لازم أعرف إيه غابات المانجروف دي من حضرتك، ده أول سؤال يعني. اولا غابات المنجروف دي غابات طبيعيه ناميه طبيعيا على ساحل البحر الاحمر في مصر، موجوده كمحميات طبيعيه والقانون محددها كمحميات طبيعيه. احنا المساحات اللي عندنا في مصر مساحات محدوده، كل تقريبا اللي موجود عندنا في مصر بنتكلم على حوالي 1500 فدان على سواحلنا على البحر الاحمر كلها، وبالتالي هذا النوع من النباتات مهدد بالانقراض وليه دور كبير جدا في الحد من التغيرات المناخية. طيب ده يعني بخصوص التغيرات المناخية ده الأكتر أكتر استفادة منه الاتزان البيئي، لكن هو ملوش تأثير مباشر مثلا بيستخدم في صناعة حاجة أو في أكل أو في أي حاجة من هذا النوع. بص حضرتك، أهلينا اللي بيروحوا البحر الأحمر وبيروحوا المحميات في مرسى علم أو بيروحوا محمية نب في جنوب سيناء أو محمية رأس محمد موجود فيها المنجروف، وبالتالي هذا النوع من النباتات بيحمي الشواطئ من عمليات المد والجزر. أسماك القشريات اللي زي الجمبري وغيره كلها البيئة الحاضنة لهذه الأسماك هي غابات المنجروف، تحت الغابات بتاعت المنجروف. فهو ليه أهمية اقتصادية كبيرة جدا. احنا من خلال البرنامج اللي احنا اطلقناه ان احنا دلوقتي بنعمل بعض المشروعات الصغيرة عشان نحافظ عليه لتربية نحل العسل، عشان اهالينا السكان اللي عايشين حوالين غابات المنجروف ما يعملوش عملية تعقيب ليه وتدهور. وبالتالي يمكن حضرتك عارض صورة دلوقتي لنحل العسل، وده لأول مرة في مصر عشان نحافظ عليه ونعمل قيمة اقتصادية منه ومشروعات صغيرة لأهالينا اللي عايشين حوالين هذه الغابات عشان يقدروا يحافظوا عليه. طب اسمح لي يا دكتور، معلش أسأل حضرتك عن مسألة تحويل المنطقة لمقصد سياحي، إيه اللي ممكن يتشاف في هذا المكان، ولا المسألة مرتبطة بالجو اللي بيظبطه المنجروف؟ لا، هو السياحة البيئية عادة في سواء في البحر الأحمر أو في شرم الشيخ في جنوب سيناء بيقضوا عادة يوم من ضمن البرنامج السياحي بتاعهم، بيروحوا محمية رأس محمد عشان يشوفوا المنجروف ويستمتعوا بالمنجروف. أيضا في منطقة مرسى علم نفس الكلام، إن هو بيروح يقضي يوم وسط الغابات بتاع المنجروف، بينزلوا يستمتعوا بالغابات الطبيعية، منظر خلاب. مصر بلد عظيمة جدا، فعلا مصر العظمى. أنت لما تشوف غابات المنجروف في المية وخلفها سلسلة جبال البحر الأحمر، منظر بديع مش موجود في أي مكان. احنا بنشوف الغابات وبنمشي فيها خصوصا في أوروبا، يعني في النمسا في ألمانيا يعني منتشرة جدا، لكن فعلا الغابات بصورتها البكر الخام مش موجودة في مصر غير في المحميات الطبيعية. على مونا بشكرك جدا دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وأتمنى أن أنتوا زي ما طلعتوا في البيان تتوسعوا في زراعة المنجروف ويفيدنا سياحة ويفيدنا اقتصاد ويفيدنا في الاتزان البيئي. طيب تعالوا نشوف احصائيات كورونا لهذا اليوم. نبدأ بالاحصائيات العالمية، تجاوز اعداد المصابين بالعالم لتسعة مليون. طب ممكن تملوني يا جماعة الارقام بما ان الصورة مش موجودة لان انا معيش الارقام. طيب نقول المصرية الاول على ما تجيبولي العالمية، نشوف الارقام اللي جات في مصر. 1576 إصابة جديدة، معقول؟ معقول. أنا سعيد بأن المنحنى يسير أفقيا، طبعا هو بيحمل بس على المنظومة الصحية وجود 1400-1500 كل يوم جداد، ده بيحمل على المنظومة الصحية والمستشفيات والبروتوكول اللي بتصرفه وزارة الصحة، لكن ما زلنا في الاتجاه الأفقي الحمد لله
في أعداد الإصابات وفي الوفيات أيضا اللي هي النهاردة 85، يعني إجمالي الوفيات طبعا لابد أنه بيرتفع 2278، إجمالي الإصابات 56809، الاستشفاء 16613، غادر منهم المستشفيات 15133. يعني الحمد لله احنا ما زلنا في المنطقة المتوازنة. إذا جبتولي الأرقام هقول الأرقام العالمية. طب ممكن 9 مليون وصلنا 9 مليون 128 ألف، احنا امبارح كنا 9 مليون 3000 أو حاجة. الوفيات 472,235، داخلين على نص مليون بثبات. المتعافين بقى ده رقم كويس 4,000,038، كويس قوي، يعني احنا داخلين على 5 مليون برضو بثقة من أصل 9 مليون وشوية. النسب الاستشفاء العالمية جيدة. يعني الحقيقة كل الإحصائيات، بشكر زمايلي، الإحصائيات يا جماعة بتأكد فعلا اللي أقروه الخبراء ووزارة الصحة من يومين، أنه فعلا الفيروس في العالم كله مش بس في مصر بقى أقل شراسة. كل المصابين نتمنى لهم كل الأمنيات الطيبة، ونتمنى أن تعبر عليهم فترة الحجر أو العزل المنزلي بدون ألم، وأن تكون الأدوية البسيطة اللي بتصرف أو حد بيجيبها على حسابه باستشارة طبيب خاص تكون ناجعة، ويكون الدور فعلا بيتحول إلى أدوار الأنفلونزا زي ما نوعية الفيروسات الأنفلونزا منها برضو كده. طيب دكتور رانيا المشاط وزير التعاون الدولي قالت عن توقيع اتفاق النهاردة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري لتقديم تمويل 100 مليون دولار لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر. الحقيقة ده خبر مهم جدا. ومعايا على التليفون دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك والسادة المشاهدين. يعني من فضلك تقول لنا كده ايه نوعية المشروعات اللي ممكن يعني من القطاع الخاص هيساهم فيها هذا القرض 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار عشان مواجهة أثار جائحة كورونا اقتصادية. تمام، خلينا أقول لحضرتك في البداية أن القرض ده طبعا بيأتي في إطار الشراكة وهي طبعا بين مصر والبنك الأوروبي طبعا. لأن مصر طبعا عضو مؤسس في هذا البنك، والبنك بيستثمر منذ عام 2012 6.5 مليار يورو في 115 مشروع في العديد من المجالات الصناعية والخدمية. رقم كبير جدا يا فن. طبعا طبعا، وقرض ال 100 مليون دولار ده بيأتي برضو في إطار الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري بناء على كافة الإشادات الدولية من مؤسسات التصنيف الدولية. لكن بعتقد ان الرقم قليل بالمقارنة لحصتنا في البنك. طبعا، لان محفظة البنك الاوروبي بتوجه 21 مليار يورو ل 38 اقتصاد ناشئ. طبعا ال 100 مليون دولار ده بيكون موجه لمصر من ضمن باقي الاقتصاديات الناشئة لتلافي الاثار السلبية لجائحة كورونا على الانشطة الاقتصادية. ايوة، نوعية الانشطة الاقتصادية اللي ممكن نتوقع ان القرض يغطيها ايه؟ طبعا زي القطاع المهم دلوقتي حاليا اللي الدولة بتدعم فيه وبتحتاج انها تتوسع فيه، خاصة المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية، وطبعا باقي الصناعات اللي بتبقى داخلة في منظومة زيادة الصادرات المصرية من خلال الملابس الجاهزة، وطبعا الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي، وده بيساهم في الأساس بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي بيكون له تأثير مباشر على زيادة معدل النمو الاقتصادي. بشكر سيادتك جدا دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية. وعندنا كمان خبر سريع كده برضو من عنوانه بس، انه نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشؤون البحث قالت انه اللجنة أجرت تجارب سريرية على عقار خاص بعلاج الطفيليات، سيتم الإعلان خلال شهر عن نتائج هذا العقار، وجاب نتيجة طبية مرضية إلى حد بعيد لعلاج مصابي كورونا. تعالوا نروح لوزارة التنمية المحلية اللي أعلنت أنه بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة
للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشكلات والصعوبات اللي بتواجه التقنين، ومتابعة طبعا جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف. الحملة أسفرت عن استرداد الحقيقة أرقام كبيرة قوي. خلينا نشوفها مع الأستاذ أمجد عامر الكاتب الصحفي خبير التنمية المحلية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على جميع السادة المشاهدين. أستاذ أمجد، يعني الأرقام كبيرة، 3 مليون فدان، 3.6 مليار جنيه تحصيل في 6 سنوات، يعني هل احنا هذا الملف كان متباطئ شوية مع انه وقت الاعلان عنه كان الاعلان حاسما وقويا من رأس النظام في الدولة؟ خلينا في البداية نقول احنا كنا بنعاني طوال 30 سنة في فساد في المحليات بسبب ضعاف النفوس، مما ادى الى استاذ امجد. ايوه فندم سمعني؟ انا سامعك، بس انت سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. هو احنا كنا بنعاني ل30 سنه ودلوقتي مش بنعاني؟ المحليات حلوه دلوقتي نطفت؟ يا فندم صوابعك مش زي بعضها، ولكن كل شيء موجود او كل الفساد موجود في كل قطاعات الدوله، ولكن بنسب متفاوته. يعني مش هنقول المحليات بريئه من هذه المخالفات، لا، هنقول المحليات ايضا متهمه بالمخالفات دي من ضعاف النفوس، ولكن اي حد يثبت عليه المخالفه بيتم تحويله للنيابه او النيابه العسكريه على الفور من استاذ وزير التنميه المحليه واستاذ المحافظين. تمام. ولكن ناتي زي ما قلت لحضرتك ل 30 سنه فاتوا، اللي بتدفعه دلوقتي الحكومه وبتدفعه الدوله، ان احنا على مدار 30 سنه تم البناء المخالف في عدد كبير جدا من المساكن ومن الوحدات السكنيه، تعد من اكثر من 2,500,000 وحده سكنيه، مما ادى الى مخالفات كتير، مما ادى الى تهالك البنيه التحتيه في بعض الشوارع والمناطق نتيجه لهذا البناء المخالف. الدوله دلوقتي كانت بتعاني من ده، بس اصبحت دلوقتي بتضرب من يد من حديد، وبتقص لكل من هو خالف بالبناء المخالف او التعدي على اراضي الدوله او التعدي على الاراضي الزراعيه. أيه. برضعه بقوه القانون. طب اسمح لي يا استاذ امجد، عندي سؤال هنا على الضربه بيد من حديد، وده كلام رائع وانا موافقك عليه. المصرين يروجوا بقى بالفيديوهات بتاعت ان الدولة لما بتزيل الحاجات دي ليه كده بس، ليه كده بس من كل الله، والجو ده اللي احنا بنشوفه، التمثيلات اللي بنشوفها دي، هل اسمح لي بس اقول السؤال، هل الدولة بتتعامل مع ده بانه ده غلط ولازم يزال، ولا بتتعامل معاه برضو زي ما شفنا في اكتر من مكان بان يبقى فيه نوع من الترضية وانه يبقى فيه معلومات سابقة علشان الحاجات اللي حصلت قبل كده، الحادثة اللي حصلت قريب كانوا بيشيلوا حاجة وطلع فيه طفل واحد نسي ابنه في البيت من غير ما يقول، يعني افتكر كان في الشرقية. يا فندم بص، القانون لا يعرف المشاعر، والدولة بتنفذ القانون، والقانون ما يعرفش كبير ولا صغير، ما يعرفش أسماء، القانون سواء على كل المواطنين، سواء بالهدم أو بالإزالات أو بالفيديوهات التي تشير من يروجوا هذه الفيديوهات، فالقانون هو الفيصل ما بين المخالف وما بين الدولة. صحيح. هل أنت مخالف؟ يبقى ينفذ عليك القانون ويتم الإزالة وفقا للإجراءات القانونية، وفقا للتقارير الهندسية. لو حضرتك باني مخالف، الدولة فتحت لك الباب ان انت تروح تقنن وضعك، تبدأ تقدم مستنداتك، تبدأ تجيب التقارير الهندسية ان العقار ده سليم 100% ده في البناء. اسمح لي العشوائي، يعني مش على ارض زراعية مثلا او على ارض الدولة. يا فندم الارض الزراعية والارض الدولة لا تصالح فيها، لان انت تعديت على حق الشعب. بالظبط. وحق الشعب دلوقتي لجنة استيراد الدولة شغالة اصلا منذ يعني السيد ابراهيم محلب اما تقلد منصب رئيس اللجنه، وكانت اللجنه شغاله كويس جدا، وكل يوم نسمع ارقام كويسه جدا لفدادين وملايين الفدادين تم مشكورك جدا استاذ امجد عامر الكاتب الصحفي، معلش بعتذر، وخبير التنميه المحليه، وصلت الفكره يا استاذ امجد، وبعتذر وبايد جدا وبثمن جدا جهود الناس اللي زي حضرتك خبراء التنمية المحلية والكتاب الصحفيين اللي بيعضدوا الدولة في هذا الأمر. أنا بس كان سؤالي محوره إن زي ما عملنا في جزيرة طموح وبعض الأماكن اللي الدولة قالت إن إحنا نقعد مع الناس ونتكلم معاهم ونشوف، لأنه بمرور الوقت بيصبح هذا أمر واقع على فكرة،
ان انت حضرتك نفسك اعترفت وقلت لي 30 سنه وانا اخشى انها تكون اكبر من كده كمان. فاذا انا لو البيت ده ورثه من جد جدي وانا موجود عليه يبقى ايه الموقف؟ يعني هو ده كان محور سؤالي يعني. تمام. طيب طب تعالوا نخرج لفاصل عشان احنا وقتنا النهارده يعني يدوبك بالمل. اتفضلوا.